وأحدث جهاز لفحص البويضات وجمعها، وأحدث الحضانات العالمية التي تقوم بتصوير الأجنة داخل الحضانات على مدار 24 ساعة، جميع الوسائل لمعالجة العقم والتلقيح الصناعي والتلقيح المجهري. أعلى نسبة نجاح في مصر والشرق الأوسط، فريق طبي متكامل على أعلى مستوى. ابتسم نضحك وخلي الهم يتكدر، وارسم على خدك ورود نجوى لما يقدر. مع مركز الندى، حلمك مش مستحيل. بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده هنتكلم عن موضوع مختلف خالص عن اللي اتكلمنا عليه قبل كده. الموضوع اللي هنتكلم عليه النهارده دي حاجه شائعه جدا ونشوفها كتير قوي. ايه هو الموضوع ده؟ موضوع حاله تكيسات المبايض عن السيدات. ناس كتير جدا تخش العياده تقول انا عندي تكيس على المبيض، او دكتوره او الدكتور عمل لي اشعه تلفزيونيه قبل كده وقال انا عندي تكيس. لازم نفهم الاول ايه الفرق بين التكيس والكيس. في حاجه اسمها كيس او مبيض، يعني السيده جالها نوع من انواع الالم في البطن، راحت عملت اشعه تلفزيونيه طلع عندها كيس على المبيض له حجمه 3 4 5 او اي حجم من الاحجام دي، بين انواع من انواع الالام ممكن يعملها شويه اضطرابات في الدوره الشهريه. ده اسمه كيس او مبيض. لكن تكيس المبيض ده دي حاجه عامه، حاجه اخرى خالص مختلفه. بمعنى اخر ان ده اختلال هرموني عند هذه السيده بيصاحبه اعراض اخرى، منها عدم انتظام الدوره الشهريه، ضعف التبويض، تاخر في الانجاب، سنه زياده او شعر زياده بيطلع في الجسم. ده اسمه تكيس على المبيض. طيب نسبته قد ايه في الناس؟ يعني الناس ماشيه كده تقول لي يعني ما هو دلوقتي بنشوفه كتير. ده بيمثل نسبه كبيره من البنات والسيدات. ايه الحاجات المصاحبه له؟ زياده الوزن ممكن يبقى سبب من الاسباب دي، اضطراب في الهرمونات بيبقى سبب من الاسباب دي. طيب احنا عملنا اشعه تلفزيونيه لسيدات كتير قوي هنلاقي مجموعه من السيدات عندها مبيض يشبه التكيس، لكن في الحقيقه هي ما عندهاش تكيس على المبيض، هي عندها حاجه اسمها مبيض بهذا الشكل. المبيض بالشكل ده مع دوره شهريه منتظمه مع هرمونات منتظمه في الاخر دي مش حاله مرضيه. لكن دايما احنا بنتكلم عن الحاله المرضيه، اذا الحاله المرضيه بسبب اعراض اللي انا ذكرتها قبل كده. معظم السيدات دي بتيجي او ما تيجي او الدوره لو جت وهي بنت لسه بنت صغيره من 17 18 سنه ومطلع بتجيبها وهي قلقانه ومضطربه جدا وخايفه عليها عشان موضوع تاخر الانجاب او عدم حس حمل في المستقبل، مع ان عدم نزول الدوره الشهريه بالنسبه لها ده بيمثل مشكله كبيره. هنا الحاله دي عشان نشوفها بتختلف على حسب احنا شفناها عند بنت ما اتجوزتش او واحده متزوجه وبتسعى الانجاب او واحده متزوجه بس عندها مشاكل اخرى زي زياده الوزن او شعر زياده بينمو في اماكن معينه في الجسم زي الدقن او في البطن او ما شابه. لو هي بنت صغيره كل اللي بننصحها بيها انها تغير اللايف ستايل بتاعها، انها تحاول تخس لو وزنها زياده تحاول تخس، تلعب نوع من انواع الرياضه وتغير طبيعه الاكل بتاكله. ونحاول ننظم الدوره الشهريه بتاعتها. يعني ايه ننظم الدوره الشهريه؟ المفروض طبيعيا ان اي سيده بيجي لها دوره شهريه منتظمه حوالي من 12 ل 13 دوره في السنه. اقل حاجه مسموح بيها بعض البنات اللي زي دول ممكن يجي لها دوره مرتين او ثلاثه في السنه. تاخر الدوره بالفتره الطويله قوي دي بيعرض بنت الرحم عندها لنسبه كبيره من الهرمونات لفتره طويله، وده بيبقى تاثير سلبي شديد على بنت الرحم. احيانا ممكن تعمل نشاط زياده في هذه البطانه وممكن تؤدي الى لا قدر الله اورام سرطانيه في المبيض في الرحم ده. ففي هذه الحاله اللي بننصحها، واحد ننزل وزنها، اثنين تغير اللايف ستايل بتاعها، ثلاثه انها تاخد حاجه تنزلها دم الدوره على الاقل خالص على الاقل خالص كل 40 45 يوم عشان خاطر نحمي بطانه الرحم بتاعتها من اي تغيرات في الكلام ده. طيب هل تكيسات المبيض بيصاحبها دايما تاخر في الانجاب؟ كنا زمان او احنا صغيرين كان لنا جاره كان كل 4 5 سنين مره يجي لها عيل، وكانوا سمينها في المسجد حملها عزيز. يعني ايه حملها عزيز؟ هي بتستنى شو وسيله ولا حاجه، بس هو 4 5 سنين تروح ايه؟ جايه معاها. هي الست دي احنا شخصنا النهارده انها عندها تكيسات على المبيض، وهي ممكن يحصل حمل من غير اي حاجه خالص، او ممكن يحصل حمل من غير اي حاجه خالص. من غير اي تدخل علاجي، من غير اي تدخل علاجي. لكن في الفكره ان معظم السيدات دول بيعانوا من تاخر الحمل او تاخر الانجاب. هي بتيجي العياده وهي عندها
تقول لك انا اول ما تخش العياده تقول لك انا بروح للدكتور وقال ان عندي كذا صمجد وده بيسبب تاخر في الانجاب. طيب هنا سؤال يطرح نفسه، هل هنا لازم نعرض وسيله من وسائل الاطفال المساعد لهذه السيده؟ طبعا لا. واحد ثلاثة أنا أطيق المرض بتاعها، اثنين أعطوه فرد الزواج، ثلاثة على نسبة الهرمونات اللي اسمها شكلها إيه ومخزون البيضاء بتاعها شكله إيه. لأن على نظام الدورة الشهرية مش معناه التبعية إنه تخيل صار مجد، في ناس بنشوف ناس بهذا الشكل ونجد منهم أشعة تلفزيونية، نلاقي المخزون البيضاء بتاعهم قليل قوي ودول شخصوا غلط إنهم عندهم تخيل صار مجد. في بعض الناس بعضهم يبقى عنده خلل في الغدة فوق الكلية، وده لو اتعالج صح بيحصل عنده حمل من غير مشكلة خالص، من غير أي تدخل بأي أدوية أخرى. طيب هل الناس دي لما تعمل لو يعني من ضمن عمليات اللي بتعمل لها اليومين دول نعمل عمليه منظار ونعمل عمليه كي المبايض عشان خاطر نشيل التكيسات؟ هي تيجي تقول لك الدكتور عرض عليا ان اعمل ده، هل ده صح من الناحيه العلميه؟ ان عمليه المنظار وعمليه لتعامل كي المبيض او تثقيل المبيض عشان خاطر يزود فرص الحمل بعد عمليه المنظار دي كانت مشهورة جدا او معروفة جدا من عشرة اتناشر سنة. قبل منها في السبعينات كان في عملية تانية تجرى ان هو نخش نعمل جراحة نفتح البطن ونشيل جزء من المبيض ده. طب الفكرة بتاعتها ايه؟ احنا كنا بنشيل جزء من المبيض ده كان بيقل نسبة هرمون شوية، فكان بيحصل لهم حاجة اسمها حق يعني حدوث تبويض طبيعي، وبالتالي كان بيحصل بعده حمل. لكن وجدنا ان هذه الناس دول احنا بنعمل لهم مشكلة كبيرة اخرى من العملية دي، ان احنا بنعمل لهم التصاقات شديدة حوالين المبيضين وحوالين الانابيب بتاعتهم، وبالتالي بنزود مشكله فوق المشكله بتاعتهم. زائد ان انا ما دي اجي اشيل جزء من المبيض بقلل المخزون المبيضي لهذه السيده، وبالتالي العمليه دي تقريبا دلوقتي ما حدش بيعملها خالص. تقريبا ابتدت المرحله الى مرحله ان احنا نعملها بالمنظار، وجدنا دلوقتي ان احنا عملناها بالمنظار عند بعض السيدات ده ممكن يؤدي الى فشل مبكر في المبيضين. طيب لكن ما زلنا نسمع ان في ناس بيعملوا عمليه تكيس المبيض. طيب نطلع فاصل ونرجع نتكلم ده صح ولا غلط لو عملناها. مركز الندى لعلاج العقم والحقن المزهري واطفال الانابيب، اكبر صرح طبي في عمليات الحقن المزهري واطفال الانابيب وعمليات الذكوره والمناظير الجراحيه، غرف عمليات مجهزه لجميع حالات الولاده الطبيعيه والقيصريه، كما يوجد احدث وحده تشخيصيه وجراحيه لعيوب الانجاب، واحدث جهاز لفحص البويضات وجمعها، واحدث الحضانات العالميه التي تقوم بتصوير الاجنه داخل الحضانات على مدار 24 ساعة، جميع الوسائل لمعالجة العقم والتلقيح الصناعي والتلقيح المجهري، أعلى نسبة نجاح في مصر والشرق الأوسط، فريق طبي متكامل على أعلى مستوى. ابتسم نضحك وخلي الهم يتكذب، وارسم على خدك ورود نجد ولا ما يقدر. مع مركز الندى، حلمك مش مستحيل. خلينا رجعنا بعد الفاصل، وكنا نتكلم عن الفاصل عن هل السيدات دي المفروض تعمل عمليه منظار وتعمل عمليه تثقيب المبيض؟ هل من الضروره ان كان نعمل ده؟ لا، علميا لا. طيب امتى بنرجع للموضوع ده؟ هنا يا فندم عندنا ثلاث شروط عشان نرجع للموضوع ده. واحد، لو هذه السيده حصلت استجابه علاجيه كويسه، يعني حصل عندها تبويض منفصل بالادويه، ان مفيش داعي او ضروره على الاطلاق ان انا اعمل عمليه تثقيب المبيض بالمنظار. اثنين، برجع لها امتى؟ لو انا اديت نشاطات لفتره طويله ولم يحصل استجابه تبويضيه. طب بس هنا قبل ما افكر في الموضوع ده لازم ابدا ابص على الهرمونات الاخرى. هل هذه السيده هرمونات الاخرى منتظمه ولا لا؟ لو منتظمه يبقى هبدا افكر ان انا ممكن اعمل عمليه منظار عشان ابص اشوف الحوض من جوه والانابيب واشوف اذا كان عندها حاجه اخرى مصاحبه لده ولا لا. ولو عندها بطانة رحب مواجهة او حاجه كده انا شخصت المشكله عندها، لو عندها تكيسات المبيض بس، هل هنا من الضروره ان انا اعملها؟ انا رايي لو هي عندها استجابه طبيعيه كويسه اذا مفيش داعي على الاطلاق ان اعملها، برغم ان انا جوه المنظار لان انا حريص جدا على المخزون المبيض هذه السيده. اثنين، انا شفت حاجات كتير قوي حصل لهم مشاكل بعد عمليه التثقيب. طيب يفضل 5% من السيدات اللي هو حاجه علاجات ولا تستجب هرموناتها كلها كويسه، هنا بدل اخيرها في السيده بتقعد قدامها اقول لها هل اعمل لك عمليه منظار واشيل التكيسات ده، رغم ان الناس بتفوز الحمل بقى حوالي 60% في خلال 6 شهور، بس هنا ممكن
يحصل معاها شويه التقاط خفيفه عشان تعمل منظار، او ده ممكن يؤدي الى لحظه مبيض. طبعا لما انا بفضل اعملها، انا عن نفسي بفضل اعملها عندنا، بحب اعملها عن مبيض واحد، بحبش اعملها الاثنين، لان ده طب انا لو قصرت اصرف على مبيض واحد مش اصرف على اثنين، ده رقم واحد. رقم اثنين، احاول بقدر المستطاع المحافظه على مخزون البيض، لان عارف قيمه البيضات العاديه دي سيئه. طب البديل عنها ايه؟ البديل عنها لو انا مره اكثر من ثلاث سنين العلاقه الزوجيه مستمره ولم يحدث حمل، وحصل في هذه السيده خدت علاجات وحصل عندها نظام في الطبيب ولم يحدث حمل، اذا في حاجه افكر نعرض عليها وسيله من وسائل الاطفال المساعد الاخرى. طب ليه هنا هتنقل السيده تخليها تعمل عمليه حقن مجاري مره واحده؟ لان هنا انا بحاول استفيد من مخزون البيض الكبير بتاعها، ده رقم واحد. رقم اثنين، ما احاولش اعراض العمليه ممكن تاثر على مخزون البيض بتاعها. رقم ثلاثه، هذه السيده لو عملت منظار نسبه الفايده بينه تقل عن 20%، وبالتالي لازم اشرح لها ده واكون واضح في الصوره دي. رقم اربعه، هنا نسبه فلوس الحمل في المحاوله الواحده للحمل المجاري عند هذه السيده عشان عندها بيضات كتير بتعدي 60%، وده يعادل حوالي 6 شهور بعد عمليه المنظار. فبالتالي هي الفايده اصبحت فايده مطلقه. طب برضو هنرجع، هل هذه السيدات عندهم مخزون بويض جيد يخرج كميه بويضه كتير؟ اه، بس بالعكس انا السيدات دول لازم لهم نظام علاجي خاص جدا اثناء عمليه الحمل المجاري. ليه؟ لان هذه او هؤلاء السيدات عرضه ان يجي لهم حاجه اسمها نشاط زياده في المبيض. يعني ايه نشاط زياده في المبيض؟ هنا السيده بتاخد منشطات، السيدات دول عرضه انهم يكونوا كميه كبيره جدا من البويضات، زي تتكون 40 بويضه او 50 بويضه وما شابه، وده في خطوره عليها وعلى حياتها. بمعنى اخر، ممكن تخش في حاله اسمها هايبر سنجن. هايبر سنجن ده بيؤدي لارتشاح ميه في البق، تضخم شديد في المدادين، مع اعراض زي النفس، مع اعراض اخرى زي الدم تحت الامراض مركز، بتبقى اكثر عرضه لنجيلها جلطه وما شابه، وبعدهم بيخش العيان مركزه. طبعا النهارده في ادويه وفي طرق علاجيه مختلفه للسيدات دي. احنا عندنا في المركز الحمد لله ما شفناش حاجات زي كده بقى لنا فتره طويله، ان احنا نشوف حاجه زي كده. ليه؟ لان احنا بنحاول نختار اسلوب علاجي لكل واحده، بيحاول يخرج كميه معقوله من البويضات وفي نفس الوقت يوصلها للحمل بدون ما يعرض حياتها لمشكله. هنا اسمه حاله نشاط مفرط للميديا عندها، لكن في بعضهم للاسف الشديد لما ياخد نشاط تبقى استجابته التبويضيه ضعيفه جدا، يكون مجموعه كبيره من البويضات صغيره وما بتكبرش في الحمل. هنا لو السيدة خاضت تجربة بهذا الشكل في أي مركز أطفال أنابيب ولم يحدث لها إن المبيض بتاعها كبر أو المبيض بتاعها كبرت، هنا عندنا نوع من أنواع الخلل. هذه السيدة ما اتحضرتش كويس، أنا في رأيي إنها ما اتحضرتش كويس، ما خدتش جرعة أو ما خدتش الوقت المناسب لها قبل ما تبدأ في التنشيط بحيث إن جسمها يستجيب كويس للأدوية اللي خدتها. فهنا بنوقف الأدوية خالص ونبدأ نعمل تحليل هرموني كامل ليها، نبدأ هذه السيدة تخضع لأسلوب علاجي مختلف عشان نحاول نخرج عندهم بعض البويضات. موضوع سكاس المبيض موضوع منتشر ما فيش بيقل منه قلق خالص. معظم الاحوال او معظم الاحيان اكثر من 70-80% من الحالات دي بتعالج علاج دوائي. نسبه الحمل عندهم عاليه جدا، نسبه السوائل عندهم برضه نسبه عاليه، نسبه نجاح الحمل المجاري برضه عندهم نسبه عاليه. الخطوره عندهم هنا انها تخش اسمها يعني هايبر ستيميليشن اللي هو نشاط زياده، او المبيض بتاعتها ما بتكبرش. واعتقد كده غطينا موضوع تكيس المبيض عند السيدات. والسلام عليكم ورحمة الله. مركز الندى لعلاج العقم والحقن المزهري واطفال الانابيب، اكبر صرح طبي في عمليات الحقن المزهري واطفال الانابيب وعمليات الذكوره والمناظير الجراحيه. غرف عمليات مجهزه لجميع حالات الولاده الطبيعيه والقيصريه، كما يوجد احدث وحده تشخيصيه وجراحيه لعيوب الانجاب، واحدث جهاز لفحص البويضات وجمعها، واحدث الحضانات العالميه التي تقوم بتصوير الاجنه داخل الحضانات على مدار 24 ساعة. جميع الوسائل لمعالجة العقم والتلقيح الصناعي والتلقيح المجهري. أعلى نسبة نجاح في مصر والشرق الأوسط. فريق طبي متكامل على أعلى مستوى.